السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. النهارده هنكلم ولادنا عن بطل من ابطال الاسلام، هو طارق ابن زياد فاتح الاندلس. طارق ابن زياد فاتح الاندلس لم يكن البطل طارق ابن زياد من اصل عربي، ولكنه كان من اهالي البربر الذين سكنوا المغرب العربي، وكثيرا من هؤلاء البربر دخلوا الاسلام، ومنهم عبد الله جد طارق ابن زياد. ولد طارق في القرن الأول الهجري عام 50 هجريا، وعندما أصبح شابا أسلم على يد موسى ابن نصير أمير أفريقيا، وأصبح من أشد رجاله قوة وإخلاصا، وعين طارق أميرا على مدينة برقة، غير أنه لم يلبث طويلا في هذا المنصب، إذ أنه سرعان ما أختير قائدا لجيش موسى ابن نصير، فأبلى بلاء حسنا في حروبه، وظهرت لموسى قدرته على اقتحام المعارك ومهاراته العالية في قيادة الجيش، فولاه على مقدمة جيوش المغرب. تمام، موسى بن نصير ولى طارق ابن زياد على مقدمة جيوش المغرب، وهكذا أتيحت لطارق الفرصة أن يتولى قيادة جيوش موسى ابن نصير ويشترك معه في فتح بقية بلاد المغرب والسيطرة على حصون المغرب الأقصى حتى المحيط الأطلسي. وأكمل طارق ابن زياد الفتوحات في أفريقيا وفتح المدائن حتى بلغ مدينة الحسيمة المهمة ودخلها وأسلم أهلها. ولم يمضي على ولاية موسى ابن نصير للمغرب عدة أعوام حتى خضع له المغرب بأسره، ولم تستعصي عليه سوى مدينة سبتة لمناعتها وشدة تحصنها، وكان يتولى إمارتها حاكم من قبل الدولة البيزنطية يعرف باسم يليان المسيحي. تمام، وتم تعيين طارق ابن زياد وليا على مدينة طنجة من قبل القائد موسى ابن نصير، وترك له جيشا قوامه 19,000 من البربر بأسلحتهم وعددهم كاملة من نفر من العرب يعلمون البربر القرآن الكريم وفرائض الإسلام. وعاد موسى ابن نصير إلى مدينة القيروان. تمام، ومع مرور الوقت أصر طارق عن أن يكسب صداقة عدوه يليان المسيحي، وأخذ يراسله، وفي الوقت نفسه استطاع لزريق أحد قواد الجيش في القوط اللي هي بلاد الأندلس أن يخلع الملك من منصبه وينصب نفسه ملكا على تلك البلاد. وكانت الفتاة الجميلة ابنة يليان المسيحي ضيفة على ابنة الملك المخلوع، فاعتدى الغادر لزريق على الفتاة الضيفة ابنة يليان المسيحي، الأمر الذي أثار غضب يليان، فذهب إلى طارق ابن زياد بنفسه وعرض عليه مساعدته في الاستيلاء على الأندلس. ولم يتردد طارق في الاتصال بقائده موسى ابن نصير بالقيروان يعلمه بهذه الأخبار، وبناء على ذلك اتصل موسى بأمير المؤمنين الخليفة الوليد بن عبد الملك يطلب استشارته وإذنه، فنصحه الخليفة بألا يعتمد على يليان المسيحي، بل عليه أن يرسل من المسلمين من يستكشف الأمر. تمام، يروح الأندلس يستكشف الأمر. فأرسلت سرية قوامها 500 مقاتل على رأسهم قائد من البربر يدعى طريف ابن مالك لاستكشاف أرض الأسبان، وقدم يليان 4 سفن أقلت سرية طريف إلى أسبانيا عبر البحر، ونزلت هناك في منطقة سميت فيما بعد بجزيرة طريف، وغنمت سرية طريف غنائم كثيرة، عرفوا معلومات كتير، وعادت مرة أخرى إلى المغرب ليقدم طريف ابن مالك تقريرا عن نتائج حملته إلى القائد موسى ابن نصير. أنس موسى إلى يليان وازداد إقداما على الفتوحات والتوسعات، فاستدعى طارق ابن زياد وأمره أن يقود جيشا لفتح الأندلس، وكان عدد جنود هذا الجيش 7,000 من البربر و300 من العرب.
وأبحرت هذه الحملة من طنجة عام 92 هجريا في 4 سفن، وظلت هذه السفن تنقل الجنود طارق على دفعات إلى الجبل الذي عرف فيما بعد باسم جبل طارق حتى كمل نقلهم. وقع خبر وصول جيوش المسلمين إلى الساحل الجنوبي للأندلس على لوظليق وقوع الصعقة، خاف فجهز جيشا قوامه 100,000 مقاتل لمحاربة طارق ابن زياد وجيشه. فأرسل طارق إلى موسى ابن نصير يطلب منه المدد، فأرسل له مدد قدر ب5,000 من المسلمين. فأصبح جيش طارق يتألف من 12,000 من المقاتلين. وقبل بدء المعركة وادي لك بين جيش لوظليق القوطي وجيش المسلمين، أمر طارق ابن زياد بحرق السفن حتى لا يفكر أحد من الجنود في الهرب والعودة إلى الساحل الأفريقي. ثم خطب جنوده خطبة كان مطلعها: أيها الجنود، أين المفر؟ البحر من وراءكم والعدو أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، واعلموا أنني أول المقاتلين، وأني عند ملتقى الجمعين حامل نفسي على طاغية القوم لوظريق لأقتله إن شاء الله، فإن قتلته بالفعل فأعلموا أن جنوده من بعده سيهزمون. والتقى الجيشان ودامت المعركة 8 أيام، وانتصر جيش المسلمين بقيادة البطل طارق ابن زياد انتصارا ساحقا على جيش لوظريق الذي اختفى، وقيل أنه الأرجح أنه قد مات. وكانت تعليمات موسى ابن نصير ألا تتوغل قوات المسلمين في شبه جزيرة الأندلس، وذلك خوفا عليها، إلا أن طارق ابن زياد اضطر إلى دخول مدينة أشبيلية، وكذلك سقطت عدة مدن في يده أيضا. وعندما التقى طارق ابن زياد بقائده موسى ابن نصير في مدينة طيطلة، عاتبه موسى برفق على تصرعه في اقتحام مدن الأندلس. وبعد أن استراح القائدان قليلا عادوا الفتوحات والتوسعات مرة أخرى، وزحف مرة أخرى إلى مدن الشمال الشرقي للأندلس، فاخترق ولاية أرجو ومدينة برشلونة وحصن لورون إلى غير ذلك. وبينما هم على هذا الحال من التوسع والتوغل في بلاد الأندلس، وصلتهم رسالة من الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يطلب عودتهم إلى دمشق، فعاد بالفعل إلى دمشق تاركين المسلمين في الأندلس تحت قيادة عبد العزيز ابن موسى ابن نصير. وتوجه البطل طارق ابن زياد بصحبة القائد موسى ابن نصير ومعهم 400 من أفراد الأسرة المالكة وجموع من الأسرى والعبيد وكمية من النفائس والمجوهرات. وقد انقطعت أخبار القائد طارق ابن زياد أثر وصوله إلى الشام مع موسى ابن نصير، وقد يكون سبب تحدي إقامة طارق وأسرته في دمشق الخوف من نفوذه على الدولة الأموية. ومات البطل عام 100 هجريا في دمشق وهو يبلغ من العمر 50 عاما. ده البطل طارق ابن زياد اللي سمي الجبل باسم جبل طارق فاتح الأندلس. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.